لما تكون موجوع وما حد سامعك. بلاد القدس تبعتنا، أخذوها منا اليهود. ولما تكون مهموم وما حد سألك. والبلدية اللي دايرة ورانا وإحنا يعني برضو بدنا نعيش. بياع اللي بتفاش عندهم بيجيبوا 6-7 بيضربوه. أصرخ وعلي صوتك. وتأكد صوتك عنا مسموع لنوصل رسالتك لأنك بتهمنا. شد حيلك يا وطن. برنامج يناقش قضايا الناس وأحداث الساعة أولاً بأول، سياسية اقتصادية واجتماعية. شد حيلك يا وطن يأتيكم كل يوم الأحد حتى الخميس الساعة 9 صباحاً عبر شبكة وطن الإعلامية مع ريم العمري. شد حيلك يا وطن، صوت حر لضمير حر. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول، والاتصالات الفلسطينية بالتل، غير بكرة، شركة تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول، البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة، شركة فلسطين للاستثمار الصناعي، شركة دواجن فلسطين عزيزة، عزيزة الطبيعي أطيب، شركة البنار لمنتجات الألبان، البنار اختيار كل الدار. صباح الخير، صباحكم بالخير وما كنتم تسمعونا. تحية الصباحية للجميع، أحلى صباح لأحلى متابعينا ومشاهدينا ومستمعين أينما كنتم في أرجاء الوطن الحبيب فلسطين. نحييكم بصباح يوم جديد، نهار يوم جديد، اليوم الخميس السادس من كانون الثاني للعام 2022، وحلقة جديدة من برنامجنا شد حيلك يا وطن. يا شعبنا شد الحيل، قرب يخلص هذا الليل. يا شعبنا شد الحيل، قرب يخلص هذا الليل. عمر الاحتلال ما يدوم حتى لو يطول الليل. شد الحيل، يعني صباح الشهداء، صباح الكرامة، صباح الوطن فلسطين، وطن الشهيد، وطن الأسير، وطن الجريح، وطن المرابط، ووطن الصامد. يسعد صباحكم أينما كنتم في أنحاء الوطن الحبيب فلسطين. نحييكم بتحية الوطن، تحية القدس العاصمة، تحية شهداء هذه الأرض الطيبة الطاهرة، تحية أسرانا داخل سجون الاحتلال، وندعو لهم دائما بالفرج العاجل والقريب. صباح الخير لكم من طاقم البرنامج محمود نخلي، خالد نجاس، عبد الله الخطيب، رشا حسوني، ومن ريم العمري. أطيب الصباحات. صباح الخير يا بلادي، يا وردي نورتني سان. صباح الخير لجروحك، يا دمك زين الحيطان. صباح الخير يا بلادي. يعني في البداية أكيد أذكركم عم بتشوفونا وبتسمعونا عبر شبكة وطن الإعلامية، عبر شاشة تلفزيون وطن، عبر إذاعة وطن FM على الموجة 99.2، وعبر المباشر فيسبوك على وكالة وطن الأنباء. هذا البرنامج يأتيكم برعاية بنك فلسطين، الاتصالات الفلسطينية بالتل، شركة تراست العالمية للتأمين، البنك الإسلامي العربي، شركة دواجن فلسطين عزيزة، وشركة البينار لمنتجات الألبان. الله يصبحك بالخير يا أم الشهيد، الله يصبحك بالخير يا أم الأسير، أمنا جميعا، أم ناصر أبو حميد، سنديانة فلسطين. الله يصبح بالخير كل أمهاتنا الصابرات على الألم وعلى فلذات أكبادهن. فأم ناصر أبو حميد يعني اليوم في أسوأ الحالات، نظرا لقلقها البالغ على ناصر الذي يواجه خطر الموت، وأيضا أم الشهيد من مخيم بلاطة بكير حشاش، هي تودع اليوم فلذة كبدها الذي استشهد فجر هذا اليوم
برصاص الاحتلال. فتحية وألف تحية لأمهاتنا جميعاً. رجع الخي يا عين لا تدمعي له، فوق كتاف رفقاك ومحبينه. رجع الخي يا عين لا تدمعي له، فوق كتاف رفقاك ومحبينه. رجع الخي يا أي أمه زغردينه هالشاهين دمه. وأمه زغردت له، أم بكير زغردت له ودعته بالزغريد. بس انتو بتفكروا انه ام الشهيد لما تزغرد لابنها وتودعه سهل؟ كتير سهل على ام الشهيد لما تزغرد. هي يعني هذه الزغرودة اللي بسموها زغرودة الألم مع اللوعة، ممزوجة بالقهر والظلم وبنفس الوقت بالفخر. هذه أصعب زغرودة في الحياة، لما ام الشهيد بتزغرد لما بتشوف ابنها. ما تفكروا أم الشهيد عنا بهذه القوة اللي بتقدر إنها تزغرد وتدعس على ألم القلب. لا، أمهاتنا يعني دعائنا إلهم في هذا العام إنه الله يصبرهم على كل شيء بشوفوه. يمكن مبارح بالليل أعطته بوسة على جبينه، يمكن حكى معها، يمكن شربوا الشاي مع بعض، يمكن قعدوا مع بعض حوالين الصوبة، بعد ساعتين صارت تودعوا بالزغريد. هذا واقع الحياة في فلسطين، هذا المحتل الذي يقتحم بلداتنا، مخيماتنا، يقتحم قرانا في كل مكان وفي وسط المدن أيضا. في كل يوم هناك تنكيل، هناك اعتقالات، هناك شهداء. هذا هو المحتل الذي يفتك بأبناء شعبنا. فالرحمة، كل الرحمة لشهدائنا وأيضا شهداء لقمة العيش، إلى ذلك الشاب الذي خرج من أجل لقمة العيش في وقت باكر من صباح هذا اليوم البارد في عز البرد. عمالنا اللي بيطلعوا مع الفجر عشان يعني قوت أبنائهم. الشهيد مصطفى سلامه الذي طبعا أيضا استشهد إثر دهسه على شارع استيطاني. 25 سنة، هو من قرية صفا غرب رام الله، استشهد دهسا أيضا بالقرب من الحاجز العسكري في بيت سيرة قضاء رام الله. يعني الشاب كان متوجها إلى مكان عمله، شهيد لقمة العيش. شبابنا اللي شبابنا الفلسطيني اللي رغم كل ما يحدث من ألم بيكون طالع بكل همته وعزيمته ليوفر قوت أبنائه. ترك بنته الصغيرة، متزوج، لديه طفلة، ذهب من أجل عمله، دهس مستوطن حاقد. هذه قصة ورواية فلسطين. صغريدي يا ابن الشهيد وزغريدي وانطوري هالموسم يا وينه يطول، مش عايل سراجك على حياتنا فلسطين. حياتنا بفلسطين منصبح على شهيد ومنمسي على أخبار أسير، منصبح على اعتقال ومنمسي على شهيد، وهكذا ودواليك. فلسطين لن تهدأ بيوم من الأيام طالما هناك جندي احتلالي واحد على أرضها. هذا ما كتب على أهل الرباط وهذا ما كتب على أهل فلسطين المحتلة. لن تهدأ في يوم من الأيام طالما هناك جندي احتلالي واحد على أرض فلسطين. نتابع في حلقتنا لهذا اليوم آخر المستجدات المتعلقة بصحة الأسير ناصر أبو حميد، في حلقة نخصصها طبعا من أجل ذلك، لكن أيضا في مستجدات أخرى
على أرض الواقع وما يجري في جامعة بيرزيت أيضا مقلق للغاية. هذه جامعة الشهداء، هذه الجامعة التي لم تنتظم المسيرة التعليمية فيها منذ بدء العام الدراسي، هذه الجامعة التي يشوبها الخلافات بين الحركة الطلابية وبين إدارة جامعة بيرزيت. جامعة بيرزيت من كبرى الجامعات ومن أشهر الجامعات الفلسطينية بل بالعالم العربي، اليوم لا تنتظم فيها المسيرة التعليمية. إعلان الحركة الطلابية تعليق الدوام حتى إشعار آخر، لا تعليم إلكتروني ولا أيضا تعليم وجاهي. ما هي القصة وما هي الحكاية وما الذي يجري في جامعة بيرزيت؟ ينضم لنا الدكتور غسان الخطيب نائب الرئيس للتنمية والاتصال في جامعة بيرزيت. أولا دكتور غسان صباح الخير، أهلا بك معنا. صباح النور، أهلا بكم. يعني دكتور، لم تنتظم المسيرة التعليمية بشكل كامل في جامعة بيرزيت منذ بدء العام الدراسي، حقيقة يقلقنا ما يجري في الجامعة. من ناحية الجامعة أكدت استمرار التعليم لهذا اليوم عن بعد، من ناحية أخرى الحركة الطلابية أعلنت تعليق الدوام حتى إشعار آخر وتتوجه نحو تصعيد خطواتها، فما الذي يجري؟ معك حق بأنه الوضع مقلق ونحن أيضا قلقون جدا تجاه وضع الجامعة ومستقبلها. الحقيقة اتجاهنا للتعليم عن بعد جاء كمحاولة أولا لإعطاء فرصة لحوار هادئ من النوع الذي يمكن أن يساعد في إخراج الجامعة من أزمتها، وهذا ما جرى بشكل مكثف في اليومين الماضيين. ولكن ثانيا بما أن الحرم الجامعي مغلق فالتعليم عن بعد على مساوئه يمكن أن يعني يساعد في الحد من إضاعة الأيام الدراسية وإنقاذا للفصل الدراسي، لأنه نحن في الأسبوع الأخير من الفصل الدراسي ومقبلون على الامتحانات النهائية. فاعتقادا منا بأنه الحفاظ على مصلحة الفصل تقتضي التدريس عن بعد، قمنا بطلب التدريس عن بعد أول أمس وأمس. ولكن للأسف أمس كان هناك دعوة من الطلبة لوقف حتى التعليم عن بعد، وبالتالي يعني الأزمة تتدحرج وتتصاعد، ونحن ما زلنا نعطي فرصة وما زلنا نعطي الأولوية لمحاولة معالجة الأزمة في سبل قليلة التكلفة قدر الإمكان. نعم دكتور، واضح أن الخلاف الأساسي على تشكيل اللجنة النظام بحق اثنين من الطلاب هم ممثل الكتلة والقطب الطلابي، يعني الحركة الطلابية ترفض هذه اللجنة أو ترفض خضوع الطلاب لهذه اللجنة وتقول أن هذه اللجنة ستحاسبهم على قضايا وطنية. الجامعة تقول لا، تحاسبهم على قضايا يعني لها علاقة بنظام خرق نظام الجامعة. هذه هي المشكلة الأساسية ما بين الطرفين. صحيح، هذه هي ظاهر المشكلة حقيقة. هو ليس تشكيل لجنة نظام، لأنه هذه لجنة نظام مشكلة من بداية العام وتنظر في أي قضايا ترفع لها أو أي شكاوى تقدم لها. وخلال الفصل الماضي خلال الفصل الحالي عفوا قدمت عدة شكاوى للجنة النظام حول مخالفات من أنواع متعددة، لأنه العام الماضي العام الحالي كان فيه كثير من المخالفات للأسف كما ذكرتي، ونظرت في هذه المخالفات وأصدرت عقوبات حيث يجب أن يتم ذلك. وهي لجنة مكونة من مجموعة من الأساتذة ولجنة مستقلة وذات مصداقية. هناك شكاوي بحق اثنان من الطلبة، هما ممثلي كتلتين، ولكن الشكوى اتجاههم لا تتعلق بمنصبهم في كتلهم ولا تتعلق في عمل سياسي أو وطني لهذه الكتل، وإنما في سياق الأنشطة لهذه الكتل كان هناك يعني بعض إلحاق الضرر بمرافق معينة للجامعة وبأشخاص موظفين في الجامعة، مما أدى إلى تقديم شكاوى لهذه اللجنة على هؤلاء الطلبة، وبالتالي على هؤلاء الطلبة المثول أمام هذه اللجنة والدفاع عن أنفسهم. واللجنة مستقلة وذات مصداقية، وإذا ارتأت بأنه لا يوجد مبرر للشكوى ستكون النتيجة في صالحهم، وإذا ارتأت أن هناك ما يكفي
الإدانة تقوم بمعاقبتهم، وهذا نعم. يعني أمر مهم في أي مؤسسة، احترام الأنظمة والقوانين. اسمح لي دكتور بهذا يعني السؤال، جامعة بير زيت، جامعة الشهداء، هي أم القضايا الوطنية، وهي أم العمل الوطني على صعيد الجامعات، وهي أم الثورة أيضا في الشارع الفلسطيني. لذلك يعني يرى الكثيرون بأنه من غير المعقول بأنه يصير في لجنة من أجل عمل وطني، أو كان يعني الطلاب في حينه كان في هناك اقتحام لجيش الاحتلال لحرم الجامعة وفتحوا ما أغلقه الاحتلال، وأيضا قالوا أنه أصلا لم تسمح لهم الجامعة، لم تعطيهم الإذن بأن يكون هناك حجز للملعب الرياضي أو القاعة الرياضية أو قاعة الشهيد كمال ناصر لتنظيم النشاط للكتلة في حينه. فهل تتجه أكثر الجامعة لإبعاد هذا النوع من الأنشطة شيئا فشيئا عن الحركة الطلابية؟ لا على الإطلاق، على الإطلاق. وكثير مما تفضلت به أستاذ ريم هو في الحقيقة معلومات غير دقيقة ومغلوطة. لم يجري تسوير تلك القاعة من أحد. الاحتلال عندما اقتحم الجامعة هو كسر أبواب وفتح أبواب ولم يغلق أبواب، وهذه القاعة لم تكن محجوزة لهذا النشاط، لأنه الجامعة طلبت من جميع الكتل أن تكون احتفالاتها وأنشطتها في الساحات الخارجية، وهذا ما قامت به كل الكتل في أنشطتها السابقة، ولم يؤدي ذلك إلى أي اعتراض على الإطلاق. هم يقولون رفضت الجامعة إعطاء الإذن بالله. رفضت إعطاء بالملعب الجامعة. مثلا لا لا، بالعكس، الجامعة نقطة الخلاف كانت أن الجامعة كانت تصر على أن تكون هذه الأنشطة، لأنه تتضمن أعداد كبيرة من الطلبة، أن تكون هذه الأنشطة في الساحات الخارجية. والطلبة في أكثر من مناسبة كانوا يحاولون أن تكون في قاعات داخلية، في قاعة الرياضة أو في قاعة كمال ناصر، وبالتالي الخلاف لم يكن على المبدأ. طيب. قامت بأنشطتها في الساحات الخارجية لم يعترض أحد. نحن فخورون بالمكانة والدور الوطني للجامعة، ولا يوجد لهذه الإدارة أي فكرة أو نية للحد من هذه الأنشطة. بالعكس، نحن معنيون بتوسيعها أكثر قدر الإمكان، لأننا نفتخر بهذا الدور للجامعة، ولكن الخلاف لم يكن سياسي ولم يكن على مبدأ النشاط الوطني، وإنما على مكانه. وعندما حصل تكسير هذا يعتبر مخالفة يجب أن تنظر فيها لجنة النظام، ولجنة النظام يعني على قدر كبير من المصداقية والوعي، التي سوف تأخذ كل العوامل المنطقية بعين الاعتبار. يبدو أن الحوار وصل لطريق مسدود في هذه نقطة الخلاف بين الحركة الطلابية وإدارة الجامعة. إلى أين ستصير الأمور إذن؟ اليوم يعني أعلنتم عن استئناف الدوام عن بعد، والحركة الطلابية أعلنت عن تصعيد في هذا الشيء. أولا، هي ليست الحركة الطلابية، يعني دعونا نكون واضحين، هي كتلتين من الحركة الطلابية اللي لديهم احتجاج، لأنه منسقين هذه الكتلتين لديهم لجنة نظام. ويعني في تقديرنا، والحقيقة نستلم رسائل كثيرة من الأهل ومن الأساتذة، في تقدير الجميع أنه من غير المنطقي أن تأخذ الجامعة اللي فيها 16 ألف إنسان رهينة وتغلق لمعالجة قضية طالبين قدمها إلى لجنة النظام. يعني الحقيقة أنه هذا غير مقبول وغير منطقي، يعني لابد من أن يكون هناك وسائل أخرى لمعالجة الخلافات، غير أن نغلق جامعة بهذا الحجم ونعطل دوام ونؤدي. طبعا يهمنا إحنا كمان استئناف العملية التعليمية في جامعة بير زيت، يعني واستئناف الدراسة. والمشاكل المطروحة يمكن أن تعالج بوسائل أخرى، يعني دائما يمكن أن يكون هناك خلافات، ولكن إذا كل خلاف بهذا المستوى المحدود، يعني شكوى على طالب أو طالبين تؤدي إلى إغلاق الجامعة، يعني هذا الوضع أصبح حقيقة صعب احتماله، ليس فقط من إدارة الجامعة، وإنما من أولياء أمور الطلبة ومن أساتذة الجامعة، الذين لا يستوعبون أبدا ولا يقتنعون أبدا بمسألة أن تعطل الجامعة كلما حصل إشكال بهذا القدر من المحدودية، لأن هذا الإشكال ليس كما يصور أنه له علاقة بالعمل الوطني وله علاقة بالهوية الوطنية للجامعة. نحن حريصون على الهوية الوطنية للجامعة، ولا يوجد لدينا أي
نية أو اتجاه لتعديلها أو الحد منها، بالعكس نشجعها ولكن ضمن إطار الأنظمة والقوانين لهذه الجامعة. شكرا دكتور غسان الخطيب، نائب رئيس الجامعة للتنمية والاتصال في جامعة بيرزيت. الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يبيد أو يبيد، نستقي من الردى ولن نكون للعدى كالعبيد كالعبيد، لا نريد لا نريد ذلنا المؤبد وعيشنا المنكد، ذلنا المؤبد وعيشنا المنكد، لا نريد بل نعيد. ننتقل إذن إلى ممثل القطب الطلابي في جامعة بيرزيت أحمد الخروف. أحمد صباح الخير، أهلا بك معنا. صباح النور يا هلا، تحياتي. إذن يعني بعد إعلان تعليق الدوام حتى إشعار آخر، إدارة جامعة بيرزيت أكدت استمرار التعليم لهذا اليوم عن بعد، وتقول لا يمكن لجامعة فيها 16,000 يعني طالب أن تكون رهينة لقرار كتلتين هما الكتلة الإسلامية والقطب الطلابي. بالتالي ما الذي يجري يا أحمد في الجامعة؟ يعني قبل البداية نوجه تحية لشعبنا الصامد والمقاوم ونترحم على شهداء فلسطين الذين ارتقوا فجر صباح اليوم في رام الله ونابلس، الشهيد مصطفى سلامة والشهيد بكير حياة حشاش. يعني في البداية احنا للأسف دفعنا هالكيس، استمعنا لمقابلة الدكتور المتحدث باسم الجامعة دكتور غسان الخطيب، وللأسف يعني المواقف التي تجاهر بها الجامعة على وسائل الإعلام وفي بياناتها تفتقد المصداقية، تحاول بها كسب الرأي العام، لأن الحركة الطلابية يعني قادرة على ضبط هذه الادعاءات وتفنيدها. بالنسبة يعني لسؤالك إنه في 16,000 طالب في الجامعة وهم نحن نعرف مسيرتهم التعليمية، نحن منذ يعني منذ بداية الأزمة لجأنا إلى أسلوب الحوار، رفضنا إغلاق الجامعة وقمنا بعدة جلسات حوار مع الإدارة وكانت في بعضها حوارات إيجابية، إلا أننا تفاجأنا بعد ذلك وفي غضون يعني العطلة التي كانت نهاية السنة الماضية بإعطائنا قرار قبل نصف ساعة من بداية العطلة بتحويلنا إلى لجنة نظام، وهذا يعني ما كانت الإدارة تراجعت عنه في وقت سابق، فكان من الحركة الطلابية إلا أن تتخذ يعني خطوات تصعيدية اتجاه الإدارة، وهذه الخطوات لم تبدأ أبدا بإغلاق الجامعة. نحن حريصين على المسيرة التعليمية داخل الجامعة، ولكن الجامعة للأسف استغلت صبرنا وحرصنا واحترامنا هذا وقامت مواصلة الأمور، وقمنا نحن يعني بإغلاق الجامعة كخطوة أخيرة عندما أغلقت جميع أبواب الحوار مع الإدارة. طيب يعني الخلاف الأساسي أنا سألت الدكتور غسان هو حول تشكيل لجنة نظام بحق ممثل الكتلة وممثل القطب الطلابي. الدكتور نفى أن يكون هناك أي بعد أو خلفية على أي عمل وطني أو أنشطة وطنية للكتل الطلابية، وقال إنه فقط لخرق النظام، وقد ترتئي اللجنة يعني بقرارها إنه قد لا تخرج بأي قرار بحق الطالبين وقد تخرج بقرار، يعني هذه لجنة يقول مسؤولة يعني يعني ممكن أن تصل إلى قرار ليس بالضرورة اتخاذ أي إجراء بحق الطلاب. هذا هو الإشكال الأساسي أحمد؟ هذا الحكي للأسف هو غير صحيح. نحن في الكتب الطلابي وأيضا في الكتلة الإسلامية قمنا بتقديم النشاطات عبر الطرق النظامية والمتعارف عليها حسب القانون والأنظمة في الجامعة، إلا أننا يعني تفاجأنا برفض الجامعة. نحن قمنا بتقديم النشاط تقريبا يعني قبل شهر من تنفيذه، وخلال حوارات عدة مع إدارة الجامعة مع عمالة شؤون الطلبة بالتحديد تم رفض هذا النشاط، مع أن النشاط تقدم في ساحات مفتوحة ولم يقدم في قاعات مغلقة. يعني في طلب النشاط قمنا بالتقديم لقاعة الشهيد كمال ناصر وفي ملعب الرياضة وحتى داخل أروقة الجامعة نفسها، يعني نحن في القطب الطلابي لم يكن لنا احتفال ومهرجان مركزي في قاعة معينة، بل كان يعني كان نشاطنا الوطني هو عبارة عن مسير داخل الجامعة وقامت الجامعة برفضه.
يعني هناك نية في ربط الأنشطة الوطنية من قبل الجامعة. علما أني سألته الآن هذا السؤال وقلت له أنه الجامعة رفضت إعطاء يعني ممثلي بعض الأطر حجز الملعب الرياضي أو القاعة الرياضية المغلقة، نفى ذلك وقال لم ترفض، يعني لم يكن هناك طلب بساحة خارجية. هناك طلب رسمي وهناك أوراق رسمية تثبت ذلك ومداولات بين الحركة الطلابية وعمالة شؤون الطلبة. يعني هناك ما يثبت ذلك بالأوراق. ورفضت الجامعة. ورفضت الجامعة رفضا مطلقا، وقامت ايضا بعرقلة النشاطات وعرقلة حتى تنفيذها. يعني نحن في الكتب الطلابي في الكتلة الإسلامية قبل ما نسحب اي نشاط وحسب ادعاءات الجامعة، نحن قمنا بسحب الأنشطة بعد يعني قبل تنفيذها بساعات بعد ان يعني اعطتنا الجامعة رفض مطلق. نحن نعتبر هذا يعني مهاجمة او تشويه لهوية الجامعة الوطنية، هذه الهوية التي يعني تبلورت بفعل شهداء الجامعة وبإرث الحركة الطلابية. نحن نعتبره تشويه، محاولة طمس المظاهر الوطنية داخل الجامعة. طيب الآن إلى ماذا ستصير الأمور أحمد؟ يعني إلى متى؟ أنتم قلتم حتى إشعار آخر، ما المقصود بذلك؟ يعني نحن بالأمس أعلننا التعليق الوجاهي والإلكتروني لجميع المحاضرات والدوام وأغلقنا حرم الجامعة. للأسف كان هناك بالأمس لجنة حوار مع إدارة الجامعة، وإدارة الجامعة رفضت الالتزام بهذه اللجنة، بمعنى أننا كنا بالأمس مغلقين الجامعة وقامت الجامعة بالاتصال معنا هاتفيا وطلبت منا فتح أبواب الجامعة لمجلس الجامعة أنا وهي الإدارة، وبعد موافقتنا على دخول مجلس الجامعة عاودوا الاتصال بنا وقالوا لنا نحن نرفض الجلوس تحت الضغط. وهم قالوا نحن نرفض الجلوس تحت الضغط، وهو يعني لا يوجد أي ضغط عليهم. اللهم يعني الآن الجامعة قاعدة تستفز بطلابها، بمعنى يقولون لنا امتثلوا للجنة النظام ونحن سنعيد فتح حساب ريتاج الخاص بكم، امتثلوا للجنة النظام ونحن سنعيد دخولكم إلى حرم الجامعة بشكل طبيعي. نحن نحترم القوانين والأنظمة داخل الجامعة، ونحن يعني أول من يطالب بتنفيذ القوانين والأنظمة داخل الجامعة، ولا ندعو إلى حالة فلتان داخل الجامعة، إلا أنه يعني نرفض المحاسبة على المظاهر الوطنية التي قمنا بها. وإذا في يعني طلبنا المحاسبة، نطلب المحاسبة لإدارة الجامعة التي تحاول يعني تشويه هوية الجامعة. نعم. طيب هل صحيح إنه فقط هو كتلتين اللي دعوا إلى الإغلاق بمعنى أو تعليق الدوام، هم فقط الحركة الإسلامية أو الكتلة الإسلامية والقطب الطلابي؟ هذا الحكي غير صحيح وعار عن الصحة. وبالأمس في مؤتمر رسمي كان الحركة الطلابية، هناك 5 أطر طلابية، يعني بمعنى هذا ليس فقط مطلب الحركة الطلابية وليس فقط مطلب الكتلة الإسلامية والقطب الطلابي، هذا مطلب الحركة الطلابية. هناك محاولات حقيقية لتطويع الحركة الطلابية ووضع اليد عليها للحد من أنشطتها خاصة في الفترة الأخيرة. يعني كم كتلة كم كل الأطر الطلابية دعت إلى تعليق الدوام؟ كم؟ هناك 5 أطر طلابية باستثناء حركة الشبيبة. نعم، 5 أطر طلابية. هناك محاولات جدية من قبل أطراف خارجية لبسط نفوذها داخل الجامعة وفرض إملاءاتها على الجامعة. يعني في هذا الفصل شهدنا يعني عرقلة من النشاطات لم تسبق وأن حدثت في جامعة بير زيت للأسف، ومعظمها نشاطات يعني وطنية. يعني ما يعرقل في الجامعة هو النشاطات الوطنية. يعني نحن في القطب الطلابي كان لنا مبادرة وطنية داخل الجامعة بتسمية أسماء الكليات بأسماء شهداء الجامعة، إلا أنها رفضت ذلك وقامت بإزالة اليافطات التي قمنا بتركيبها على أبواب الكليات وفي شوارع الجامعة. بعد فترة كورونا وانقطاع الطلبة عن ساحات الجامعة، هذا صاحب تمرير لمخططات الجامعة، بمعنى أن الجامعة حاولت أن تقلب أو أن تغير المفاهيم الوطنية واستبدالها بمفاهيم استثمارية ومفاهيم انهزامية تحاكي سياسة الأمر الواقع الموجودة خارج الجامعة، بمعنى أن الجامعة يعني مثلا أثناء تغيبنا قامت بإنشاء مجمع الفود كورت والذي كان مجمع أصلا للطلبة، قامت بتقفيع أعطاها لشركات خاصة، وبالمقابل ضريح الشهداء من عام 2014 لم تقم الجامعة بتجديده، علما أنه ارتقى الشهيد تاجي درويش وشهيد محمد أبو غنام والشهيد فادي وشحة.
فإدارة الجامعة لم تقم بترميمه، ومن يقوم بترميمه هو الحركة الطلابية. يعني حتى الرموز الوطنية التي نفتخر بها ونعتز بها داخل الجامعة، الجامعة يعني لتغض النظر عنها. ونحن ندعو الجامعة إلى قراءة تاريخ الحركة الطلابية جيدا، خاصة الإدارة الموجودة حاليا. إن هذا كل موجود في الجامعة من حرية وديمقراطية، هذا ليس بفضل إدارة الجامعة، هذا بفضل تضحيات أبنائها. أحمد، يعني العودة إلى التعليم مرهون بالحوار، بمعنى فك التعليق عن الدوام مرهون من قبلكم بحوار والتوصل لاتفاق؟ بحوار يكون حوار إيجابي ومنصف، وليس كما الحوارات التي جرت مع إدارة الجامعة في الآونة الأخيرة. حوار يقضي بعدم تحويل منصبي ومسؤولي الكتل للجنة النظام ومحاكمتهم محاكمة سياسية. يعني هذه المحاكمة هي محاكمة سياسية بالدرجة الأولى، وربما يوجد نية مبيتة من قبل إدارة الجامعة بمحاسبتنا، بمعنى أنه لم يكن أحد مقدم شكاوى بحقنا، ولكن تفاجأنا بعد اجتماع مجلس الجامعة وبعد المرشات التي نظمت فأنه هناك توصية من عمالة شؤون الطلبة بقرار من مجلس الجامعة بتحويلنا بسبب اختراق القوانين والأنظمة، مع العلم أننا مشينا بالقوانين والأنظمة يعني بحسب ما يلزم. طب شكرا جزيلا لك أحمد الخروف، ممثل القطب الطلابي في جامعة بيرزيت. بكفينا مآسي وتسكر يلي ناسي، بكفينا مآسي وتسكر يلي ناسي، كيف حالك كان مبارح وانت تدور عالطاسي. طيب، حالة الأسير ناصر أبو حميد مقلقة للغاية، دخلت دائرة الخطر، يواجه خطر الموت حقيقة بعد تدهور حالته الصحية نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال. بالأمس زارت كاميرا وطن سنديانة فلسطين أم ناصر أبو حميد، التقتها، إحنا كان اليوم بدنا نلتقيها كمان لكن وضعها الصحي وضعها النفسي لا يسمح. بعد شوي رح يعني نعرض هذه المقابلة المؤلمة مع أم ناصر أبو حميد، لكن بدنا نطلع لفاصل نستقبل فيه مدير نادي الأسير عبد العال العناتي ونتحدث أكثر عن ناصر أبو حميد وآخر التطورات المتعلقة بصحته. ابقوا معنا. نعمل ونسوي ايد بايدك هي القوة، شو عم نعمل ونسوي ايد بايدك هي القوة، تعو نمشي خطوة بخطوة والوحدة شيء اساسي، تعو نمشي خطوة بخطوة والوحدة شيء اساسي، شو عم نعمل ونسوي ايد بايدك هي القوة، شو عم نعمل ونسوي أساسي، تعو نمشي خطوة بخطوة والوحدة شيء أساسي. بكفينا مآسي وتذكر يلي ناسي، بكفينا مآسي وتذكر يلي ناسي، كيف حالك كان مبارح وانت تدور عالطاسي، كيف حالك كان مبارح وانت تدور عالطاسي. الطاسي لما ضار برخيص الدنيا انبعد، ما خليق الدنيا جاد والدهب قلب نحاسي، ما خليق الدنيا جاد والدهب قلب نحاسي. الطاسي لما ضار برخيص الدنيا انبعد، الطاسي لما ضار برخيص الدنيا انبعد، ما خليق الدنيا
جاد والذهب قلب نحاسي مخاليق الدنيا جاد والذهب قلب نحاسي يكفينا مقاسي وتذكر يلي ناسي يكفينا مقاسي وتذكر يلي ناسي كيف حالك كان امبارح وانت تدور عالطاسي كيف حالك كان امبارح وانت تدور عالطاسي إني اخترتك يا وطني حبا وطواعيا إني اخترتك يا وطني سرا وعلانيا إني اخترتك يا وطني فليتنكر لي زمني ما دمت ستذكرني يا وطني أناديكم أشد على أهلا بكم من جديد، تحياتي لكل المتابعين والمشاهدين أينما كنتم. تدهورت الحالة الصحية للأسير ناصر أبو حميد ونقل للمستشفى ويقبع تحت أجهزة التنفس الاصطناعي. كانت المعلومات ترد تباعا لنادي الأسير حول خطورة حالة الأسير ناصر أبو حميد وما وصل له، علما أن الأسير مصاب بمرض السرطان، ارتفعت درجة حرارته بشكل مفاجئ، لم يستطيع أطباء السجن السيطرة على حرارة الأسير، بالتالي قاموا بنقله بصورة عاجلة إلى مستشفى برزلاي وهو هناك موجود ويقبع تحت أجهزة التنفس الاصطناعي ويواجه خطر الموت. اسمحوا لي أن أرحب بالسيد عبد العال العناني مدير عام نادي الأسير الفلسطيني. أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد العال. تحياتي إليك ويسعد صباحك أنت وجميع المستمعين الكرام. واضح أن أهلا وسهلا فيك معنا، واضح أن الأخبار ترد تباعا يعني ومتسارعة فيما يتعلق بالأسير الأسير ناصر أبو حميد، ويعني المؤلم في الموضوع أنه هو أصلا مريض بالسرطان والتدهور الذي يحدث على صحته خطير ومتسارع، فما هي آخر المعلومات لديكم في نادي الأسير علما أنه كان لك يعني اتصال مع المحامي؟ حقيقة أن عندما نذكر مريض مصاب بسرطان الرئة هنا تكمن درجة الخطورة. ما حصل مع الأسير ناصر بأنه هناك مماطلة وتسويف، بداية في مراحل التشخيص الأولى كانت عملية نقله إلى مشفى برزلاي متأخرة عند خضع لاستئصال هذا الورم، ما بعد ذلك هناك بروتوكول علاجي، جلسات من العلاج الكيماوي، هنا كانت في عملية تأخير وعدم التزام إدارة سجن عسقلان بمواعيد العلاج المطلوبة لأخذ جرعات الكيماوي. ما حصل مع الأخ ناصر أنه في جلسة أخذ العلاج الجرعة الثانية من الكيماوي كانت هناك مضاعفات، نتيجة ماذا؟ نتيجة أنه استعجلوا ولم يعطوه حقه الكافي من الإشراف الطبي في داخل برزلاي. يعني الإنسان عندما يأخذ جرعة الكيماوي بتنزل مناعة الجسم، صحيح، غير قادر يعني عرضه للتعرض لأي فيروس، مزبوط، وبالتالي تم عودته إلى السجن كانت غير آمنة إلى سجن عسقلان. هناك حصلت مضاعفات، ارتفعت درجة حرارته إلى أكثر من 40. يقال أنه أصيب بإنفلونزا، يعني فيروس يعني قوي، هذا يعني ممكن توقعات ممكن ولكن ما حصل هو بشكل حاد لا يقوى على التنفس، يعني كانت قضية التنفس هي الأساس. أضف يعني قضية التنفس والسعال، عاد من جديد السعال الشديد، تم نقله بشكل عاجل إلى مستشفى برزلاي، ومنذ تلك اللحظة منذ عدة أيام وهو في العناية المركزة على أجهزة التنفس الاصطناعي. المتابع من قبل محامي هيئة شؤون الأسرى الأستاذ كريم عجوة الذي دائما وأبدا هو على تماس يعني مباشر بمتابعة حالة الأسير ناصر أبو حميد، تقدم بإذن يعني بالحصول على تصريح لزيارته من إدارة سجن عسقلان، حصل على هذا التصريح عندما ذهب إلى مستشفى برزلاي، تعذر ذلك من ناحية طبية على اعتبار أنه حالته هو بالعناية المركزة وتحت التنويم الكامل، ونحن هنا
يعني بحكم أنه لم نحصل على التفاصيل حتى الآن من مصدر طبي مسؤول في مستشفى برزلاي، نعتبر بأنه الأسير ناصر أبو حميد في غيبوبة. الآن اليوم بصدد تقديم طلب عاجل لإدارة مشفى برزلاي ومصلحة السجون من أجل تزويدنا بتفاصيل الحالة الصحية للأسير ناصر أبو حميد. ولكن هذه التداعيات يعني أكيد خطيرة، أكيد مقلقة، وضعه حرج، وهذا يتطلب يعني جهود تبذل على صعيد المطالبة بتأمين إطلاق سراح الأسير ناصر ليحظى بالعلاج في المكان المناسب، وأن لا سمح الله لا نسمع أي خبر أو نتيجة يصل إلى نتيجة لا يحمد عقباها. يعني السلوك الذي قامت به إدارة سجن عسقلان بالأمس مقلق أيضا، كان حسب ما فهمنا هناك صفارات للإنذار كل ربع ساعة، بعد ذلك قالت للأسرة بما معناه صلوا لناصر أو أن ناصر في وضع خطير، هذا على ماذا يدلل السلوك؟ أختي العزيزة، حالة توتر كبيرة. فعلا كبيرة تسود يعني سجن عسقلان، وتحديدا للمكانة والرمزية للأسير ناصر أبو حميد، هو دائما كان موجه عام ناطق باسم الأسرة، حالة نضالية مميزة، وبالتالي يعني هناك إخوة أيضا لناصر محكومين بالمؤبدات متواجدين في نفس السجن، فإدارة السجن أصلا تتحسب من ردود فعل من قبل الأسرة نتيجة ما آلت إليه حالة الأسير ناصر الصحية. كان لمدير السجن بعض التصريحات لها علاقة بأنه إحنا نقلناه بعد ارتفاع درجة حرارته، هو فحوصاته جيدة بشكل عام لكن يخضع للتنويم ويأخذ العلاج في المشفى، وهذه معلومات مضللة، يعني المعلومات الصادرة عن إدارة السجن غير ما تكون صادرة عن مصدر طبي مسؤول، وبالتالي نحن نطعن برواية مدير السجن وكذلك الأسرة. يعني الأسرة غير مقتنعين بكلام إدارة السجن التي يعني دائما مشكوك ومطعون في هذه الرواية، وبيحاولوا يمتصوا غضب الأسرة أو تمهيد لما هو أسوأ، يعني قضية هذه ما فهم من رسالة إدارة سجن عسقلان. نعم، يعني التكتم على صحة المعلومات من أجل صحة ناصر مقلقة، وقد يتمكن اليوم من المحامي من زيارته صحيح؟ يعني سيتم تقديم طلب، وإلى جانب ذلك نحن بحوزتنا الآن ومن خلال محامي الهيئة يعني حصلنا على جميع التقارير الطبية المرحلة السابقة وليست الحالية بعد الانتكاسة الأخيرة، يعني بعد الانتكاسة لا يوجد أي طلب عاجل للحصول على تفاصيل الحالة الصحية الآنية للأسير ناصر. طيب نعم. عندما يتكتم الاحتلال بهذا الشكل يكون في شيء خطير عادة؟ دائما الاحتلال لا يعني لا نؤمن بروايته، أكيد هناك مخاوف تساورنا الآن وأكثر من أي وقت مضى على حقيقة ما يعني وضع ناصر الصحي. نحن نعلم أنه أي مريض حتى في الخارج عندما يعني يكون في مشفى ويعاني من نفس المرض، وأحيانا جرعة الكيماوي يعني تداعياتها أيضا على الجسم، يعني مش كل الأجسام واحد، يعني أكيد ممكن في هناك خلل في إعطاء الجرعات أدت وفاقمت ودهورت من حالته الصحية. يعني ناصر أبو حميد يعني هو أسير ولكن أيضا يمثل حالة وطنية، أسير محكوم بالمؤبد، هو يعني دعني أقول ليس يعني حالة بتجمع الكل، وكان مبارح واضح الغضب من أبناء مخيم الأمعني وأبناء الشعب الفلسطيني بشكل عام. نتحدث شوي عن ناصر وماذا يمثله في الحركة الأسيرة. يعني بداية الأسير ناصر يعني من مواليد عام 72، نعم، عندما اعتقل لأول مرة تقريبا لم يكن في سن الثالثة عشرة، تخيلي. ومنذ نعومة أطفاره وهو يعني ابن المخيم الصنديد العنيد اللي مؤمن بالفكرة وهو شبل، هذه التجربة صقلت من شخصية ناصر الذي عاود الاحتلال اعتقاله في الثمانينات وأمضى عدة أشهر، تفتحت طبعا كل طاقاته الثورية المقاومة ضد الاحتلال في الانتفاضة المجيدة الأولى، وكان فعلا بطل الأسد المقنع، هو قائد لمجموعة
كتائب الأسد المقنع اللي فعلا في الانتفاضة كان لها باع طويل في النضال ضد الاحتلال. حكم بالسجن المؤبد وكان أغلب إخوته أيضا في الأسر. تحررنا سويا، يعني كان زميلي بالأسر كان محكوم مدى الحياة ما بعد اتفاقيات أوسلو أطلق سراح في 9/6/94 إلى أريحة. رغم ذلك الأسير ناصر مؤمن بالفكرة وبعدالة القضية واستمر بكل عنفوان بكل إصرار على تحدي هذا الاحتلال من خلال انتفاضة الأقصى اللي شارك فيها دفاعا عن المقدسات، دفاعا عن القدس، دفاعا عن كل مواطن فلسطيني، وردا على كل ممارسات الاحتلال الحاقد التي تستهدف كل ما هو فلسطيني. فأعيد إلى السجن مرة أخرى وحكم بالسجن يعني لمؤبدات وأعوام طويلة. ويعني ناصر أبو حميد يمثل مدرسة نضالية ثورية، هذا اللي دفع حتى أقرب المقربين إله إخوته للحذو بحذو يمشوا على مسير بنفس الخطوات نفس المسير. أربعة أشقاء لدي أيضا، تخيلي أربعة أشقاء كلهم محكومين مدى الحياة. فبالتالي ابن خالته يعني حمادة براش أيضا قريب يعني برضو محكوم بالسجن مدى الحياة. تخيلي ناصر هذا العنفوان اللي الاحتلال، يعني بتذكر أيضا يعني عندما اعتقل وأصيب ناصر في المرة السابقة عمران متسناع يعني كان هو من يشرف على عملية اعتقال ناصر أبو حميد. تخيلي وهو في ريعان الشباب كم هو كان مستهدف من قبل هذا الاحتلال. على ذلك يعني بما يمثل ناصر، ناصر رمز من رموز الحركة الوطنية الأسيرة داخل سجون الاحتلال، حتى أنه عاش في السجن أكثر ما عاش في الخارج. صحيح. يعني لم ينعم في حياته في الخارج. واللي بدي أحكيه كمان أنه الضغط مهم الآن، ويعني حالة الأسير هشام أبو هواش الضغط الأخير الذي حدث أحدث تغييراً يعني وأدى إلى الضغط على سلطات الاحتلال بالإفراج عنه. اليوم مطلوب ضغط أكبر بالشارع الفلسطيني، مطلوب أكبر ضغط من قبل القيادة الفلسطينية من الجهات والفئات جميعاً. شو رأيك أستاذ عبد العالي؟ يعني حقيقة فعلاً أنا أقولها دائماً وأبداً أنه تناغم الجهد الرسمي مع الفعل الشعبي على الأرض والفصائل والمقاومة والكل الوطني، لأنه قضية الأسرى الكل بيجمع عليها، يعني قضية إجماع وطني فلسطيني. وبالتالي تضافر الجهود مجتمعة هي التي تؤدي إلى تحقيق نتائج ملموسة. أنا سعيد جدا بتصريحات الوزير حسين الشيخ اللي أفاد بأنه هناك تدخل على أعلى المستويات لدى الحكومة الإسرائيلية وتحميلها المسؤوليات عن حياة الأسير ناصر أبو حميد. فهذا جهد يحترم. وفعلا يعني قضية انتصار الأسير أبو هواش حصلت نتيجة كل أول شيء وقوف أبناء شعبنا الأحرار الشرفاء من الكل الوطن الفلسطيني خلف قضية الأسير هشام أبو هواش العادلة اللي كسر سياسة الاعتقال الإداري التعسفي الظالم بحق أبو هواش وبحق جميع الأسرى الإداريين. نعم. يعني كذلك الأمر بما يتعلق في يعني يعني احنا بنقول دائما وابدا الملف الساخن في امتياز هو ملف الأسرى المرضى. صحيح. عندما يسقط الشهداء ويتم احتجاز جثامينهم، هناك 8 أسرى الان متواجدين يعني في ثلاجات او في مقابر الارقام محتجزه لدى الاحتلال، غالبيتهم سقطوا نتيجه ضحايا الاهمال الطبي المتعمد. فكفى لهذه السياسه وكفى لهذه العنصرية. أسرانا في داخل السجون أسرى عزل، حتى الرعاية الصحية الأولية غير متوفرة. فقط عيادة تمنح الأسرى لكافة الأمراض علاج واحد فقط، المسكنات الأكامول. تخيلي. وبالتالي يعني هذا ظلم يجب أن ينتهي. عدم الكشف المبكر عن الأمراض المستشرية في أجساد والدفينة في أجساد أسرانا في داخل السجون نتيجة ذلك، هذه السياسة الممتدة اللي الاحتلال لا يعير يعني أبسط المعايير الأخلاقية الإنسانية لتقديم العلاج
المناسب في الوقت المناسب لأسرانا. طيب يعني أنت قلت أن هذا جهد يحترم للقيادة بأنها طالبت بالإفراج عنه وتحميل الاحتلال المسؤولية، وأنا أقول هذا واجب عليها. صحيح. يعني إذا لم يكن واجب القيادة السياسية والمسؤولين اليوم كلهم الضغط باتجاه الإفراج عن أسرانا، شو واجبهم؟ نعم جهد يحترم لكنه واجب أيضا، ولا صحيح. يكفي مرة واحدة، يجب أن يكون هناك ضغط متواصل، مسؤوليتهم المباشرة، ويجب أن يكون هناك ضغط متواصل. لا يمكن أن يصل الأسير إلى أكثر من 100 يوم من الإضراب حتى نتذكر أنه طالب بالإفراج عنه، فهو يعني لنضع الأمور في نصابها. صحيح أيضا يجب أن يكون هذا واجب عليهم، والاستمرار في المطالبة بالإفراج عن أسرانا المرضى كبار السن وأسيراتنا أيضا. طيب شكرا لتواجدك معنا السيد عبد العال العناني، أي معلومات ترد سنكون معكم بتغطية مباشرة بخصوص حالة الأسير ناصر أبو حميد مدير عام نادي الأسير الفلسطيني. شكرا جزيلا لك ولوجودك معنا. ويعني أم ناصر أبو حميد الله يعطيها الصحة والعافية، بعد الفاصل راح نكون معها ونسمع شو حكت بخصوص ابنها، ابقوا معنا. هاي هاي يا سجاني، هاي يا عتم الزنزاني، هاي هاي يا سجاني، هاي يا عتم الزنزاني، عتمك رايح ظلمك رايح، نسمة بكرة ما بتنساني، هاي هاي يا سجاني، هاي هاي يا سجاني، هاي يا عدن الزنزاني، هاي هاي يا سجاني، هاي يا عدن الزنزاني، عتمك رايح ظلمك رايح، نسمة قشطة يا عم سمعني كلام ونهارك فل يا سيدي، الكل كل حدا بتشوفه ببالك جبالك قشطة من البنات أخطر من يلي ببالك، القشطة الحامض سر الغامض واحسبها تحدي، يا ما شفنا وذقنا ويا ما جربنا بس هيو ده عربي، دوب القشطة دوب يا عيني يا عيني على القشطة، القشطة الحامضة من بقلولتي ببساطة أزكى، البنار اختيار كل الدار، كلمة في صفحة إلها معنى بيحمينا، زي الصاحب وقت الشدة تلاقيها، لما بنحتاجها على طول بتعطينا، في كل مكان منتشرة لا ترضينا، من سنين احنا معها متواصلين، هي هي ترسل العالمي للتأمين، ترسل العالمي للتأمين، تطورنا لنعكس نجاحكم. مع كل دقة قلب كان بينبض بالحب، يوم عن يوم ثقتكو فينا بتعلى، مشينا معكو الدرب تحدينا كل الصعب، كبرنا فيكم خطوة بخطوة واللي جاي أحلى، وصلنا لكل عيني بحب وقلب كبير، دجاج عزيز حكاية إبداع عزيزة، حكاية إبداع وتطوير، يلي اللمة بتحلى فيها وطعم السفرة مع هجنة، دجاج عزيزة بيحليها الجودة والصحة والضمان، جديد في الأسواق برجر دجاج عزيزة من لحم الدجاج الصافي، صحي ولذيذ، تجدوه في جميع معارض عزيزة ونقاط البيع المعتمدة.
بتحلم بمشروع رياضي أو إنتاجي أو فكرة بدها دعم مادي؟ أجل وقتها الفكرة تصير حقيقة والحلم يصير مشروع حقيقي مع البنك الإسلامي العربي. تمويل بدون أرباح ولا عمولات بسقف يصل إلى 10,000 دولار وفترة سداد حتى 48 شهر. البلد بتكبر فيكم وبأفكاركم وإيد بإيد بنبنيها. لتفاصيل أكثر يمكنكم زيارة أقرب فرع للبنك الإسلامي العربي أو الاتصال على 1700-222-000 أو الموقع الإلكتروني www.aib.bs. البنك الإسلامي العربي 25 عاما من الصيرافة الإسلامية. ملكة سمون وبنك فلسطين، شو ممكن يصير؟ مش عارفين، كل شي ممكن يصير. لما تشتري من لكاسا ببطاقة بنك فلسطين، كل أسبوع ممكن تكون واحد من السبعة الفايزين. لمدة 7 أسابيع 7 عروض مميزين. اشتري من لكاسا مول ببطاقة بنك فلسطين. لما يجتمعوا اثنين لهم جمهور كبير زي لكاسا مول مع بنك فلسطين، كل شيء ممكن يصير. عند شرائكم بطاقات بنك فلسطين من لكاسا راح تتمتعوا ب7 أسابيع كلهم خير. كل أسبوع في 7 فائزين و7 عروض مميزة، ولسه الخير كتير. تبدأ الحملة بتاريخ 16/11/2021. مع لكاسا وبنك فلسطين كل شيء ممكن يصير. وطن اف ام 99.2. محلى الدار والدير ونبع الفوار، والزنات عنا بعيم الليل جرار. حب الشوق ما عاد لي بالغربة قعود، شو مشتاق يروين بريق الفخار. شباب ديرتنا يا كفر اللوز، والمختار نلقاه بأيام العوز. كل ما نعطش عالنبعه نشرب بالكوز. بحلى أيامك يا ست وسيد الختيار. هالخضرة وزهر الربوات والزيتون والقادب. أهلا بكم من جديد، تحياتي لكل المتابعين والمشاهدين أينما كنتم. نتواصل معكم في شد حيلك يا وطن، والحديث عن الأسير ناصر أبو حميد وما يعانيه من خطورة في وضعه الصحي. هذا الأسير مصاب بمرض السرطان والتدهور الخطير الذي تم على صحته، والأنباء التي ترد تباعا من إدارة سجون الاحتلال التي تتكتم أيضا عن أي أخبار متعلقة بوضعه الصحي الحالي. بالأمس كاميرا وطن زارت أم ناصر أبو حميد سنديانة فلسطين، هذه الإمرأة الصامدة أم الشهيد وأم 5 أسرى داخل سجون الاحتلال محكومون بالمؤبد جميعهم. فماذا قالت هذه الأم الموجوعة على فلذة كبدها ناصر؟ لنشاهد. يا
ناصر بعرف إنه أخذ الجرعة الأولى، كان وضعه منيح يعني، كان زايره المحامي يعني أخذها يوم الأربعاء، ويوم الثلاثة الجرعة الثانية. كان المفروض إنه يتأخر يعني في الجرعة عشان وضعه يرتاح يعني شوي. فحكي له دكتورة برزلاي إنه لا، أنت جسمك قوي لازم تأخذ الجرعة الثانية. قبل ما يأخذ اللي راح يعني يأخذ، بعد ما أخذ الجرعة الثانية وروح، صارت درجة حرارته فوق 40. فيعني أيصير له درجة الحرارة، حكي له أنت درجة الحرارة عندك عادية. بعدها لما صار يعني وضعه صعب كتير، 42 درجة حرارة، لما أسأله حكى له إحنا متأسفين إنه الجهاز كان يعني خربان. كيف جهاز خربان بتقيس ضغط أسير مريض؟ فأجانا الخبر إنه رايح على المستشفى على أساس إنه يعني نزل درجة حرارته. فلحد الآن درجة حرارته كل مرة بتعلى، وصير معه تسمم في الدم. كيف يعني صار معه تسمم بالدم؟ بعدها إنه صير في غيبوبة، بعدين حطينه على أجهزة التنفس. هاي اللي كل بنعرفه عن ناصر. بس فإحنا يعني حابين إنه أحد من العيلة إنه يزوره. يعني الأسير المريض بحاجة لحدا من أهله، فللأسف اليهود رفضوا، وتعاون الداخل برضه المحامية، مع إنهم بدخل على كل أسير جوا حاول ناجي إنه يحكي معهم وتقبلوا إنه بدهم يروحوا، بل للأسف رفضوا إنه يدخلوا أي حدا على ناصر. آه طبعا من الاحتلال. بعدين أنا امبارح يعني طول الليل اللجنة المركزية والرئيس ويعني كلهم في اجتماع طارئ عاجل على أساس إنه يطلقوا سراح ناصر. يا عم يدهم مش يطلقوا سراح ناصر، على الأقل يعالجوه. يعني إحنا ناصر تحت إيدين عدو ما بنعرف إيش بيعملوا فيه. وأكتر إشي ناصر يعني حاضين عليه الإسرائيليين، وأنا بالنسبة إلي ناصر رقم صعب. يعني ناصر مش أي أسير، يعني ما كل احترام إنه كل أسير وهي الأسير، بس ناصر أنا بالنسبة إلي فش زي ناصر. ناصر 13 سنة كان عمره وتصاوب، وبعدها الانتفاضة الأولى يعني تصاوب كل جسم ناصر إرصاص وبلاتين. يعني دخل المستشفى بغيبوبة عنده معالجه، حطوا له 18 وحدة دم. حتى لما حطوا له 18 وحدة دم أخذوا منهم، طلبوا منا نص المبلغ للدم اللي أخذوه، فهو رفض. حكى لهم أنا ما حكيت لكم مش حطوا لي دم. فصح أنا بعرف ناصر قوي والحمد لله، بس يعني أنا بعرف إنه يعني بعد جرعة المقاوم بتعب يعني لما أخذ الكيماوي، بس مش لحد إنه يصير هيك فيه. إحنا بس بدنا نطمن عليه، بدنا نشوف إننا نطمن عليه. أي حدا حتى يزوره، مش أنا، حدا من إخوته، حدا أي محامي، للأسف إنهم هم رافضين. شو الجهود المبذولة لإنقاذ حياة ناصر أبو حميد؟ والله أنا زي ما هيني بسمع إنه هم يعني مش مقصرين. والأسير لما بكون مريض، أنا بحكي مش بس ناصر، أنا بحكي باسم كل المرضى الأصغر، لأنهم إلهم أهل وكلهم بعينوا. أكتر إشي الأسير على الجمهور اللي برا، يعني يعني كتير كتير بيرفع معنوياته. وأكتر إشي الإعلام، أكتر إشي الصحافة، إن الصحافة مش داخل فلسطين بس، إن موصلوا يعني قضية الأسرى كل العالم في الداخل والخارج. لأن إسرائيل بتحكي شكل، وفي ناس ما بتشوف اللي إشي على التلفزيون، مش زي الواقع اللي حولهم بيشوفوه. وأنا بحكي ناصر إن بعرف إنك قوي واستودعتك لرب العالمين، وأنا الحمد لله أم قوية، ومهما صار والحمد لله رب العالمين أنا متقبله. بتمنى من رب العالمين ربنا يشفيه ويطلعه ويطلع كل إخوته وكل الأسرة. بتمنى من المقاومة المرة الأولى ما حلفهم الحظ أن يبذلوا كل جهدهم لعائلة خمسة محكومين وفيهم شهيد كمان وبيتهم انهدم أربع مرات، أنه يطلع على حتى مش بقينا لكل الأسرة المؤبدات. بنحكي للشارع كله إذا بهمكم ناصر وقضية ناصر، إنه في اليوم حراك في الساعة 4 بدها تنطلق من باب مخيم الأمعري لدوار المنارة. يعني أنا كائن بدي أروح، خاصة مع إني تعبان، بدي أشوف الحراك الشعبي، بدي أروح يعني أشوف أهل كل الأسرى 7000 أسير وين أهلهم؟ ليش ما بيطلعوا؟ كل أسير معرض لهذا الإشي. يعني ما بنعول على حدا من برا، يعني على دول عربية، لأنهم للأسف كل الدول العربية صاروا دول إسرائيلية. بصراحة أنا بحكي ولا جمع الدول العربية ولا حدا، أكتر إشي الأسير بعور على الشعوب اللي برا. واللي زي ناصر رقم صعب زي ما حكيت لك، ده ابن مصعب، ابن ابني وابني برضاعة أبوه بكون، يعني أنا سته وأمه يعني بكون.
هو طفل عمره سنتين يعني، يعني سبحان الله اجت الابتسامة على وجهي لما جبت سيرته. بنحكي له انت شو اسمك؟ بحكي له انا ناصر ابو حميد. بحكي له ما انت مخرب؟ بنحكي له بقول لا انا ناصر ابو حميد، انا اسد مقنع، انا بدي احمل وبدي اعمل وبدي اسوي. بقول بحكي له وين امامك؟ بقول عند اليهود، اخذوا اليهود. بحكي له احكي يا رب انهم راح. بقول لي يا رب اعمامي كلهم روح، ما انه ما شافوش ولا بيعرفوا ولا حدا انهم. والحمد لله يعني طفل يعني ما حد حكى له انت احكيك وانت احكيك. هذه فطره في عائله دار ابو حميد عن جد يعني. طيب اذا كنا مع صنديانه فلسطين ام ناصر ابو حميد، ونتحول الى وسام عوض ابنه شقيقه الاسير المريض ناصر ابو حميد. وسام صباح الخير، اهلا بك معنا. يسعد صباحك ريمه، تحياتي لك واهلا بك معنا اكيد، والشفاء العاجل ان شاء الله لخالك ناصر ابو حميد، وتحيه لي ايضا ام ناصر ابو حميد. خبريني اول شيء اخر المعلومات اللي وصلتكم بخصوص صحه ناصر. أول شيء يسعد صباحك وصباح المتابعين. آخر شيء وصلنا إنه هو دخل في غيبوبة، ويعني هذا الحكي كان أول مبارح، ولهلأ ما في أي جديد على وضعه الصحي ولساته بالإنعاش. يعني كيف الجو عندكم؟ التوتر أكيد، حالة القلق الموجودة، مع مين بتتابعوا؟ مين بيجيب لكم الأخبار؟ يعني شو بيحكي لكم المحامي؟ طبعا احنا قاعدين على اعصابنا يعني اكيد، لانه هو يعني قلبنا معه اول اشي، وثاني اشي احنا متوترين لانه احنا بعاد عنه ومش قادرين نشوفه نطمن عليه بعيننا، يعني الاشي كتير صعب. اللي بيطمننا عليه المحامي، هو بيروح بتواصل مع الاطباء ومع مصلحة السجون، ادارة السجون، وبيخبرنا. طيب يعني شو يعني أول شيء أكيد نتمنى له الشفاء لناصر أبو حميد. كيف بتشوفوا الجهود اللي مبذولة يا وسام من أجل الضغط باتجاه الإفراج عنه، وكمان يعني الضغط في الشارع الفلسطيني من أجل الإفراج عنه؟ هل هي كافية؟ شو المطلوب كعائلة؟ يعني بصراحة مبارح لما طلعنا على المسيرة كان في حشود كبيرة كتير كتير كتير، يعني كان في حوالي 1500 شخص. طبعا إحنا ما توقعنا هذا العدد الكبير، بس الحمد لله أنه كان في تجاوب مع الشارع الفلسطيني وما قصروا، واللي ما قدر يوصل للمسيرة من خارج فلسطين كان بيعمل بحملات إلكترونية. يعني مثلا اليوم في يوم الجمعة في خيمة موجودة بجنين رح يكون حاضر كريم يونس، ويعني والاتصالات ما وقفت لحد هلأ، بس لحتى يطمنونا أنه هم شغالين على موضوع أنهم يطلقوا صراحة إن شاء الله بيكون بيننا. نعم، يعني احكي لنا انه ناصر ابو حميد مش كاي اسير، اليوم الاسرى بيسمعوكم في سجون الاحتلال، شو الرساله اول شيء اللي بتوجهيها لخالك، وشو الرساله اللي بتوجهيها لكل الاسرى اللي بيسمعوكم؟ اول شيء بدي احكي لهم انه السجن ما بيسكر على حدا، وانه ان شاء الله ان شاء الله رح يكونوا بيننا عن قريب. خاله بحب احكي له انه الله يشفيه يا رب ويعافيه، واحنا مش رح نقصر ورح نضل ورا هذا الموضوع حتى انه احنا نقدر نطلعه ونطمن عليه، او حتى انه رح نضل متابعين مع الصليب الاحمر لحتى نقدر تقدر تيتا واخوته يزوروه بقلب المستشفى، احنا بدنا نطمن عليه بعيننا، فهو اكيد بحاجتنا. كيف صحة ستك اليوم أم ناصر أبو حميد؟ يعني احكي خبريني، يعني احنا عارفين انه ما بدنا نتعبها تطلع معنا على الهواء، بس احكي لي كيف معنوياتها، كيف صحتها، كيف هي؟ هلا في البداية هي مثلها مثل اي ام. نعم. يعني ولا ام بترضى انه يكون تتحمل انه تشوف ابنها هيك ويكون كمان بعيد عنها، يعني فوق الوجع في وجع تاني، هو مريض وهو بقلب السجن. في البداية تعبت كتير ويعني كنا كتير خايفين عليها، بس بعديها كانت قوية وتماسكت لأنها واثقة إنه إحنا بجهودنا وبجهود شعبنا
وبإذن الله إن شاء الله رح يطلع ويكون بيننا ورح نشوفه ونطمن عليه. أنت إمتى آخر مرة شفتيه لخالك ناصر؟ شفتيه بالسجن؟ شفتيه على أرض الواقع؟ يعني كم عمرك يا وسام؟ أنا لما هو انحبس كان عمري سنة، يعني ما شفته بحياتي ولا بعرفه. والزيارة ما بقدر أزوره لأنهم بيعتبروني أقارب من الدرجة الثانية مش من الدرجة الأولى. صحيح. فأنت بتسمعي عنه من خلال العيلة، من خلال أمك، من خلال ستك، من خلال؟ أنا بسمع عنه من خلال الشارع، مش الشارع كمان. مش من عيلتي. أنا من أنا صغيرة بعرف إنه ناصر هو إشي كبير، حتى إن لدرجة إني كنت أخاف أحكي معاه من قد ما بسمع عنه إنه هو شخص قوي. بس هو بالحقيقة هو إنسان قوي على الحق فعلا. وهو جبل جبل، إن شاء الله إنه ما رح ينهز إن شاء الله. وإن شاء الله كمان إنه بتطمنوا عليه وبرجع بصحته وبعافيته وبتم الإفراج عنه كمان بأسرع وقت ممكن يا وسام. إن شاء الله حبيبتي. شكرا لك، وشكرا لي أيضا السيدة ناصر، أم ناصر أبو حميد، كانت معنا شقيقة ابنة شقيقة الأسير ناصر أبو حميد وسام عوض. عدم علي السجن خيم ظلام شفت بمنامي فجر ضوت جناديله هون علي الأسر والعتم والسجاد وصوتي سبق لي وقال ويل العدو ويلو فجر حيضوي ضي من ورا القضبان يا خي بكره فجر حيضوي ضي من ورا القضبان. يعني مع نهاية الحلقة لهذا اليوم هناك دعوات لحملة مكثفة لأجل ناصر أبو حميد الذي يرقد بالمستشفى بغيبوبة ويتنفس بواسطة الأجهزة، الذي يعاني من السرطان والذي أخذ أول وجبة من الكيماوي قبل أيام أصيب في القسم بإنفلونزا حادة وحرارة مرتفعة إلى ما فوق 40. الآن هو يرقد بمستشفى بيرزلاي تحت أجهزة التنفس الاصطناعي، و أيضا وضعه الصحي في غاية الخطورة. نتمنى لكم يعني يوم موفق للجميع. شكرا لكم على المتابعة، نلقاكم الأسبوع المقبل في ملفات وقضايا جديدة ومستمرون في التغطية. شكرا جزيلا لكم، شكرا لزملائي، ومن ريم العمري أطيب التحيات، إلى اللقاء. لما تكون موجوع وما حد سامعك، بلاد القدس تبعتنا أخذوها منا اليهود. ولما تكون مهموم وما حد سألك، والبلدية اللي دايرة ورانا وإحنا يعني برضو بدنا نعيش، بياع اللي بدفعش عندهم بيجيبوا 6-7 بيضربوه. أصرخ وعلي صوتك. وتأكد صوتك عنا مسموع لنوصل رسالتك لأنك بتهمنا. شد حيلك يا وطن. برنامج يناقش قضايا الناس وأحداث الساعة أولاً بأول، سياسية، اقتصادية، واجتماعية. شد حيلك يا وطن يأتيكم كل يوم من الأحد حتى الخميس الساعة 9 صباحاً عبر شبكة وطن الإعلامية مع ريم العمري. شد حيلك يا وطن، صوت حر لضمير حر. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول، والاتصالات الفلسطينية بالتل، غير بكرة، شركة تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول، البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة، شركة فلسطين للاستثمار الصناعي، شركة دواجن فلسطين عزيزة، عزيزة الطبيعي أطيب، شركة البنار لمنتجات الألبان، البنار اختيار كل الدار.